بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية، ونحن اليوم في آخر جزء من سنن الوضوء. وقفنا على دعاء الأعضاء، يعني وارد بعض الأدعية في أثناء الوضوء على كل عضو، وهي لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي يعني استحباب من العلماء إن الإنسان يشغل نفسه في أثناء الوضوء بعبادة داخل عبادة، وهي الدعاء، حتى لا يترك نفسه يعني يفكر في أي شيء باطل، لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فممكن تسرح، ممكن تعمل. ولا شك أن الإنسان في أثناء الوضوء هو في عبادة، وهو في موقف شريف، فيستغل هذا الموقف الشريف والعبادة في الدعاء لعل يكون الدعاء مستجاب. ورد عن النبي دعاء في أحاديث أثناء الوضوء، اللهم أفسح لي في داري وبارك لي في رزقي واغفر لي ذنبي، كان يكرره أثناء الوضوء، هذا عن النبي، اللهم أفسح لي في داري وبارك لي في رزقي واغفر لي ذنبي، فكان يكرره أثناء الوضوء صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأدعية المذكورة في كتب الفقه المتوسعة لم يرد فيها حديث معين، وبعض الشباب المتسرع يقول لك ده ما وردش فيها حديث يبقى ما أقولهاش. لا، لأن النبي ما قالكش ما تدعيش. هو النبي قالك ما تدعيش؟ طب منين بقى أنت؟ يعني النبي تركها ولم يدعو دعاء مخصوص حتى لا يعضلك ويكثر عليك الأدلة فتضعف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الشرع ما يسهل على الناس، وترك بعد ذلك الأمر للناس تجتهد. ربك قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قالكش إمتى ولا تقول إيه، سابك بقى تختار انت الوقت المناسب والذكر اللي تجد فيه نفسك، وكلما فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، ولا إذا فرغت فانصب، فانصب يبقى نصاب، لكن فانصب، واخد بالك ازاي؟ يعني ايه؟ يعني تجتهد مع الله في الطاعة. ودعاء الأعضاء، وهو أن يقول عند غسل الكفين اللهم احفظ يدي من معاصيك كلها، وعند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الفم أداة الذكر، مش كده برضو؟ وسيلة الذكر الفم، والقلب وعاء الذكر، فيبقى الفم الأداة والقلب الوعاء. فلما بتيجي تتمضمض بتقول اللهم أعني على ذكرك، لأنه هو محل الذكر، وشكرك وحسن عبادتك. وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة، وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعند غسل الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، يوم تزل فيه الأقدام. ثم بعد ذلك الذكر عقبه، خلص كده الوضوء، غسل رجلي وخلاص، يسن أيضا الذكر عقب الوضوء. وهو أن يقول بعد فراغه منه وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخرها. يبقى الدعاء في آخر الوضوء مسنون، وهذا الذي ذكره وارد عن النبي في أحاديث كثيرة،
زاد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مطلوبة في كل حال، بل هي التي تحمل الدعاء إلى الإجابة، وهي سبب قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها التوسل بالنبي من خلالها، فكأنك متوسلا بالصلاة على النبي وبقبولها أن يقبل ما دعوته قبله، ففيها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن يفهم. وقراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر اللي هي القرآن، أنزلنا القرآن يعني. والذي حمل الشارح على التقييد بالمغسول والممسوح في قوله، وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا، واللي جعلوا يقول العضو المغسول والممسوح قول المصنف والطهارة ثلاثا ثلاثا، فإن المتبادر من الطهارة الأفعال من الغسل والمسح، فإن أريد بها ما يطلب في الطهارة ولو قولا شمل جميع ذلك، وإحنا قايلين إن المعتمد أنه لا يسن تثليث النية ولا تثليث التسمية، قايلين كده إن النية لا تثلث والتسمية لا تثلث، هي بتسمي في الأول وبتنوي في الأول سنة وبتنوي بعد كده مع أول غسل الوجه فرض. وقول المصنف في بعض النسخ والتكرار ثلاثا ثلاثا ظاهر في ذلك فهو أولى، ولكن قصره الشارح بقوله أي للمغسول والممسوح ليوافق النسخة الأولى، ولكن الأولى ألا يقصره بل يجعله على إطلاقه، لأن في ناس قالوا إن التخليل أيضا يسن ثلاثا ثلاثا، ويسن أيضا النية ثلاثا ثلاثا والتسمية ثلاثا ثلاثا، لكن المعتمد أنه لا يسن التثليث في النية ولا في التسمية، وده المعتمد عليه الفتوى عند الشافعي. أيوه أه؟ صفحة 60 هتلاقي في وسط الصفحة كده بعد دعاء الأعضاء، أيوه تقريبا كده في قرب آخرها يعني. قوله ثلاثا ثلاثا التكرار لإفادة التعميم، التكرار لإفادة التعميم، يعني ثلاثا ثلاثا يعني كل عضو ثلاثة 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 ثلاثة، أدي معنى التعميم. ويحصل التثليث في الماء الجاري، افرض أنا بتوضأ في مية جارية يبقى بمرور 3 جريات، يعني أما أحط إيدي كده في البحر أروح عامل جارية كده وجارية كده وجارية كده، دي 3 مرات، خلاص أدي معنى التثليث في الماء الجاري. ويحصل التثليث في الماء الجاري بمرور 3 جريات، وفي الماء الراكد بالتحريك 3 مرات، افرض المياه راكده اروح حاطط ايدي كده وكده وكده احركها 3 مرات زي اللي بيعوم كده، واخد بالك؟ ده الكلام ده في الماء الراكد بالتحريك 3 مرات، وتكره الزياده على الثلاث، لان الزياده على الثلاث اسراف، وتكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وأما وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز، يعني النبي توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا تصلح الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء يؤتى صاحبه أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فدل على أن ده أفضل كيفية، وترك أفضل كيفية يبقى مكروه إلا لضرورة قلة الماء ضيق الوقت، معلش إذا ضاق الوقت أو قل الماء أو لإرادة إنك تلحق الجماعة عشان لو سلست هتضيع عليك الجماعة، يبقى في الحالة دي يجوز انك انت تتوضأ مرة مرة او مرتين مرتين. فإنما كان لبيان الجواز ومحل كراهة الزيادة في غير المسبل ونحوه، يعني الزيادة عن 3 مرات قد تكره وقد تحرم، كويس؟ متى تكون مكروهة ومتى تكون حرام؟ تكون مكروهة
لو كان في ماء غير مسبل زي مية الحنفية كده، دي بقى مكروهة. بس لكن لو في مية مسبلة للوضوء، يعني احنا في صحراء وحاطين لك تانك مية كده والمية نادرة عشان الناس تيجي تتوضى منه، تروح انت بقى تزود على الثلاثة تقوم تستهلك الماء المسبل، يوم يجي غيرك يتوضى في حتة ما فيهاش مية ما يلاقيش، يبقى حرام لأنك ضيعت ماليته. يبقى الماء المسبل للوضوء اللي هو جعلوه ناس سبيل للوضوء ده يحرم الزيادة عن الثلاث. طب ماء غير مسبل، ماء جاري كتير، تكره، بس تكره لأن الضرر ساعتها هيبقى مش متعدي، مش هيتأثر بيه غيرك، فهمت؟ ومحل كراهة الزيادة في غير المسبل ونحوه، ونحوه المملوك لغيرك. افرض الماء ده ملكي أنا وأذنت لك إنك أنت تتوضأ منه، والمية اللي إحنا بنشتريها في حتة إحنا بنشتري فيها المية، تقوم تيجي تزود على الثلاثة هتأذيني، وأنا يعني إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، كفاية ثلاثة، فهمت؟ أدي نحوه، نحوه يعني المملوك للغير، أي المملوك للغير بالإذن. إذا أذن لك ما تزودش بقى على الثلاثة، عشان ليه؟ ما تضيعش ماليته على غيرك، وإلا يتأذى بعد كده مش هيأذن لك، بعد كده يشوفك يقول لك روح اتيمم ما عندناش ميه يلا اجري، واخد بالك؟ لانك انت بتخش على اذان الميه تنسفه في وضوء واحد وهو بيكفينا يومين، واخد بالك؟ جربك قبل كده الراجل وعرفك. فيبقى في الحالات اللي زي دي يبقى الواحد ما يزودش على الثلاث، في الماء المسبل علشان ينتفع بيه اكبر عدد من الناس، والماء المملوك علشان ما يضيعش ماليته على غيره، فهمت ازاي؟ المصريين ما بيحسوش بالحكايه دي عشان طول عمرهم عندهم ميه كتير ونهر النيل ما شاء الله وحاجه يعني جميله كده متعودين، لكن اللي قاعدين في الصحاري وفي الحتت دي يحسوا بقيمه هذا الامر، ساعات يمشوا بالايام على ما يلاقي ماء، واخد بالك؟ فيعرف قيمه الميه كويس. واما فيه يعني في المسبل فحرام. طيب افرض شك، انا غسلت ثلاثه ولا اثنين؟ ويأخذ الشاك باليقين، فإذا شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين أخذ بالأقل ويجيب الغسلة الثالثة وغسل الأخرى، لا وغسل الأخرى، لا يقال ربما تكون رابعة، لا يقال ربما تكون رابعة فتكون بدعة، وترك السنة أهون من ارتكاب بدعة. لأن اوعى تقول إن أنا هو بيحاول يقيد ذهنك، لحسن تفكر تقول طيب ما احنا عايلين ان الزيادة عن الثلاث بدعة لانه بين الكراهة والتحريم، كويس؟ لان البدعة هو شيء لم يفعله النبي وجاء الشرع على خلافه، دي معنى البدعة الشرعية اللي هي منبوذة، شيء لم يفعله النبي وجاء الشرع على خلافه، هي دي البدعة. فان كان الشرع خالفه على الكراهة فهي بدعة مكروهة، وإن كان الشرع خالفه على التحريم فهي بدعة محرمة. فلما تيجي تقول إن الوقت الشيخ بيقول لك لو شكيت غسلت مرتين ولا ثلاثة ابني على الأقل، وهات الغسلة الثالثة عشان تبني على اليقين، وما تفتكرش إنك أنت تقول لأ ما جيبش الثالثة احتياطا، لأن الاثنين جائز والزيادة وترك الثالثة ترك لسنة، والزيادة على الثالثة بدعة وترك السنة أولى من فعل البدعة. لازم تفكر بالطريقة دي. يقول لك لا ما تفكرش بالطريقة دي، لأن المسألة مش بالقياس اللي أنت عملته ده. ده يسموه قياس إيه؟ خطأ. لأن الكلام ده يبقى صحيح إمتى؟ لو كنت متيقن أنك أنت فعلت الثالثة. لكن أنت مش متيقن أنك فعلت الثالثة، فلا يقال أنك أنت هاجر للسنة وفاعل البدعة، أن تكون فاعل للبدعة لو أنت متيقن أنك غسلت ثلاثة وعايز تعمل الرابعة. هنا بقى نقول لك الكلام ده اللي أنت قلته ده. فأنت بتقول الكلام ده في حتة مش مكانها. فهمت؟ مكانها لما تكون متيقن أنك غسلت ثلاثة تقول لا برضه احتياطي زيادة الخير خيرين، لا، هنا بقى نقول لك لا، ده كده بقى مكروه وقد يحرم في الماء المسبل أو المملوك للغير. كويس؟ احنا في زماننا ده على فكرة الماء بيدفع ثمنه ويتقسم على العمارة، وسكان العمارة كل شهر يدوخوا الواري البواب وهم بيدفعوا نصيبهم في المية، لحد ما يجي اخر لحظة هيقطعوا المية يروحوا دافعين، فبقت المية اصبحت
بالأجرة، فيبقى ما تسرفش فيها، لأن أنت دلوقتي بتدفع غيرك ثمن إسرافك، لأنه بيتقسم على العمارة كلها. وصحيح ده مما يتغابن فيه كثير من الناس، ويجوز فيه الغبن في الشرع لأنه ده من المحقرات، لكن ما تسوقش فيها لأنه صار مملوكا ملك مشاع، صار الماء ده ملك مشاع بيدفع ثمنه بالتقسيم المتساوي بين العمارة وسكانها كلها. يبقى أنت ما تسرفش بقى، تفتحش الدش على آخر، وبعدين تقعد تتليف وتعمل وسايب المية نازلة، طب اقفلها يا أخي وتليف، وبعدين اشطف افتحها تاني واشطف نفسك. الناس بتستحمى بطريقة بشعة، واخد بالك؟ ما عندهمش يعني إحساس بإن المية دي حاجة هامة جدا. ده اليهود عايزين الوقت يقسموا الأمور كلها عشان المية، ده اللعبة كلها في السودان واللعبة كلها في أوغندا عشان منابع النيل، خد بالك، وعشان وجود البترول في منطقة غرب السودان ومنطقة تشاد، ادي اللعبة كلها. دارفور ما طول عمرها ما فيها المشكلة، اشمعنى الايام دي؟ اشمعنى الايام دي؟ دي لعبة عشان يبقوا قريبين من المية ومسيطرين على خطوط البترول اللي جاية من تشاد خلال الأراضي السودانية، علشان 20% من البترول الأمريكي خلال ال10 سنين القادمة هيبقى أفريقيا، فعايزين يسيطروا، لعبة. فإذا كانت المية بهذه الأهمية لدرجة إنهم عايزين يسيطروا على بلدنا عشانها، نقوم إحنا نصرف فيها؟ ما ديننا قال لنا لأ. فهمت بقى المسألة؟ فالواحد ياخد باله. وعلشان كده بيقول لك لا يقال ربما تكون رابعة لما تعمل اللي أنت شاكك وتبني على الأقل، فتكون بدعة وترك سنة أهون من ارتكاب بدعة، لأن نقول محل كونها بدعة إذا تيقن أنها رابعة، ده محل كونها بدعة، لكن ده مش متيقن. وقد يطلب ترك التثليث، متى نقول لا تثلث؟ بل مطلوب ألا تثلث، يعني تتوضأ أقل من 3 مرات. متى؟ هذه أسئلة شفوي بيسألوها المشايخ زمان في امتحانات الشفوي الأساتذة، وإن كان دلوقتي ما بقوش يسألوا حتى في الشفوي، دلوقتي بيحسسوا على الطلب عشان ينجحوا وهو جاهل، عشان يقول لك ده أسر فقيرة وتعبانة، خلي الواد يتخرج بقى ويتوظف بقى عشان يشيل عن أهله. والله ده طريقة تفكير الأساتذة دلوقتي في الكليات، مش بيهمه إنه يطلع عالم، يهمه إنه يفرخ أجيال تطلع وخلاص. لكن كانوا زمان يحبوا يسألوا في الشفوي الأسئلة دي، متى يجب ترك التثليث ومتى يستحب ترك التثليث؟ ها؟ إذا قل الماء وإذا ضاق الوقت، وإذا ضاق الوقت عشان تلحق، أيوه، أو لإدراك الجماعة التي ليست وراءها جماعة أخرى، واخد بالك إزاي؟ يبقى في الأحوال دي، يبقى دي حاجات لا تاخد بالك منها. زي برضو في الموالاه، نقول ان الموالاه سنه هتيجي، متى تجب الموالاه؟ هتيجي في احوال تجب فيها الموالاه، وهكذا. وقد يطلب ترك التثليث، شوف بقى الشيخ فقيه ازاي، يقول لك يطلب، والطلب قد يكون جازم فيكون واجب، وقد يكون غير جازم فيكون مستحب. فسيبها لك كده يطلب، عشان انت بقى وفهمك، لأن قد يكون هذا الطلب جازما فيكون واجبا، وقد يكون غير جازم فيكون مستحبا. فيجيب لك عبارة تشمل الاثنين. مشايخ يا عم محدش يعرف يعيش معاهم، تعرفش تاخد منهم، يودوك البحر ويجيبوك عطشان، عشان الناس فاهمة. احنا عايزين الناس اللي فاهمة دي هي اللي تقعد تناقش في حوار الأديان، علشان في حوار الأديان لو ما كنتش فاهم هيغرقك فعلا، وانت تمثل الاسلام في الحوار، فمعناه عايز يغرق المسلمين من خلالك. فهمت ازاي؟ فاحنا عايزين الناس اللي فاهمه، اللي يقول الكلمه اللي هي ما تخرش الميه. الشيخ قال لك يطلب، قال لك مستحب، قال لك واجب؟ لا، عشان احيانا تكون واجبا واحيانا تكون مستحبا، فقال لك يطلب، يختار لك الكلمه اللي تمشي على الحالتين، عشان مشايخ فهمه. وقد يطلب ترك التثليث كأن، أول حاجة، ضاق الوقت بأن كان بحيث لو ثلث لخرج الوقت. يبقى في الحالة دي لأ، يتوضأ مرة مرة مرتين مرتين ويجري يلحق، مش يروح يتنشف بقى ويرد على التليفون ويفتح الباب، إيه ده؟ الحق بقى، الوقت هيخلص، الحق تدرك ولو ركع قبل أذان الإيه؟ الوقت الذي يليه. أو الحالة الثانية، قل الماء
بأن كان بحيث لو ثلث لاحتاج إلى التيمم في الآخر، لو مشي بالتثليث يجي يوصل لرجليه ما يلاقيش ميه يغسل بيها رجليه، واخد بالك؟ أو يلاقي الميه خلصت عند دراعه الشمال، طب ما كده هيضطر يتيمم. طب ما كان بقى يغسل مرة مرة ويتوضى وضوء كامل، صح ولا لا؟ أو مرتين مرتين بلا إسباغ ويتوضى وضوء كامل. يبقى أو قل الماء بأن كان بحيث لو ثلث لاحتاج إلى التيمم، أو قل الماء لكن يكفيه ثلث لكن هيحتاج الباقي يشرب. فهمت ازاي؟ أو احتاج للفاضل من الماء لعطش، وكان بحيث لو ثلث لم يفضل للشرب شيء. واخد بالك ازاي؟ الحالة الثالثة اللي هي يطلب فيها ترك التثليث إدراك الجماعة التي يخاف فوتها بسلام الإمام ولم يرجو غيرها، أفضل من تثليث الوضوء وسائر آداب، لأن إدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء. واخد بالك إزاي؟ فأنا أتوضى مثنى مثنى والحق الجماعة أحسن ما أتوضى أثلث وأضيع الجماعة. يعني الإمام أنا سامع بيقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله والصلاة شغالة، وأنا داخل بتوضى بفتح الحنفية، أحاول بقى أدرك عشان أدركه حتى ولو في التشهد الأخير، مش أقعد بقى إيه أعيد وأزيد ولا أعيد وأزيده لحد ما يخلص. خدت بالك إزاي؟ يبقى ألحق بقى. وإدراك الجماعة التي يخاف فوتها بسلام الإمام ولم يرجو غيرها. طب افرض رجا غيرها، يعني لقى على الحنفية معاه خمسة ستة بيتوضوا والوقت متسع، واخد بالك ازاي؟ في الحالة دي يثلث ويقول للناس خلاص ده الإمام ده بيقرا التشهد هيثلث، هنصلي مع بعض يا جماعة، خلاص ما يجراش حاجة، لم يرجو غيره. لكن افرض إن الجماعة الأولى دي هي أفضل لفضيلة في الإمام لكثرة في العدد، فهمت ازاي؟ يعني الإمام اللي بيصلي بيهم راجل عالم من الناس الأولياء والعلماء الأكابر، هو عايز برضه يصلي وراه كده، واخد بالك؟ يلحق ياخد البركة، يبقى يلحقه بقى، واخد بالك؟ أو إن الجماعة الأولى دي عددها كبير وكلما زاد العدد زاد الفضل، ألحق بقى نفسي، واخد بالك ازاي؟ لكن الجامع ده جامع بيقيم الصلاة بسرعة، الجماعة الأولى بتاعته بيبقى عدد المصلين فيها خمسة، لكن على ما يخلصوا الجماعة دي يكون اجتمع الناس من الحتت كلها بقت الجماعة التانية أكتر عددا، يبقى خلاص ألم يرجى غيرها أثلث بقى وأصلي في الجماعة التانية. خدت بالك؟ هي بتختلف الحكاية حسب الحال، لازم يبقى عندك فقه وتميز الأمور. أي جامعة تانية بتفتح؟ أمال إيه؟ لا ده الملكية هم اللي ميزوا، قالوا الجماعة لو كان إمام المسلمين وهو الخليفة الأعظم هو اللي بيصلي بالناس إمام فلا تصلى جماعة بعده لأنها فيها طعن لعقيدة الإمام بس، فالناس بعديه يصلوا منفردين، لأن لو جم بعديه يصلوا يقوم اللي يجي يقول لك الجماعة دول متعمدين، يجوا ليه؟ هم بيكفروا الإمام، هم لا يجيزوا الصلاة خلفه، هم عايزين يعملوا انقلاب ولا إيه الحكاية؟ فهمت إزاي؟ يبقى منظرها فتنة. فالإمام مالك كره إنشاء جماعة أخرى بعد جماعة الإمام اللي هو إمام المسلمين. يعني كان زمان الجماعة العيال بتوع التكفير والهجرة دول، كنت أنا ساعتها طالب في كلية الطب، كنت في السبعينيات، كان في منهم طلبة في كلية الطب كانوا ماشيين على الفكر التكفيري ده، بيكفروا المجتمع كله وكفروا أهليهم وكفروا الدنيا بحاجة، ومربيين دقنهم كده وعاملين ومتجهمين ومنظرهم يقطع الخميره من البيت. فكانوا يعني يتعمدوا فعلا، ودي احنا كنا نلاحظها فيهم، مجموعه كده يجي 10 فاكرهم لحد دلوقتي، مش عارف راحوا فين، ما اعرفش، يمكن اعتقلوهم يمكن سافروا يمكن ما اعرفش راحوا فين، هم كانوا حوالي 10 كده. لا انا بتكلم على اللي انا عارفهم كاشخاص كده ساعتها، يعني ما اعرفش هم راحوا فين دلوقتي، يعني ما اعرفش اراضيهم. في منهم واحد بس تاب واناب وبقى مسلم عادي كده حلو وخلاص على كده، حتى ما بقاش متعمق في الدين وحلق دقنه وبقى انسان عادي خالص، واخد بالك؟ لا الحكايه مش جايبه نتيجه فريح نفسه. لكن عموما كانوا يعملوا ايه؟ كانوا فعلا يتعمدوا، بيبقوا فاضيين يتعمدوا لما الشيخ يخلص ويمشي والناس تمشي ويخشوا هم يتلكعوا في الوضوء، قال يعني بيتوضوا وهم بيتلكعوا قاصدين، هو ده كلام الامام مالك بقى، يقول لك الحركة دي معناها طعن في عقيدة، لأنه كانوا فعلا بيطعنوا في عقيدة الإمام، وبعدين في الآخر يجوا بقى في آخر المسجد كده واحد منهم يقيم
والتاني يصلي بيهم وهم يصلوا مع بعض، كده يبقى صلاتهم صحيحة، لأن الناس اللي قبل كده كانوا كفار هيصلوا ورا الكفار بقى. ده سبحان الله يا أخي، كانت أمخاخ عجيبة الشكل. لا الشافعية على الكل براحته، صلي جماعة ثانية وثالثة ورابعة ما يجراش حاجة، المالكية هم اللي يقسموا الحكاية دي. يعني الناس دلوقتي ماشية على رأي الشافعية، أي جامع يخشوا يلاقوا اثنين ثلاثة يقيموا الصلاة يصلوا، ويمشوا دول يجي غيرهم يقيموا الصلاة يصلوا، وهكذا ماشي ما فيهاش مشكلة، ده رأي الشافعية كده. وإدراك الجماعة التي يخاف فوتها بسلام الإمام ولم يرجو غيرها أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه إن لم يختلف في وجوبها. يعني أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه غير المختلف في وجوبها، زي إيه؟ زي الموالاة ومسح جميع الرأس. الموالاة عند المالكية ركن، وعندنا إحنا كشافعية سنة، يبقى لازم أوالي. فالموالاة عندي مطلوبة ليه؟ خروجا من خلاف المالكيه، برغم انها سنه في مذهبي كشافعي، لان المالكيه عندهم الموالاه ركن، واخد بالك ازاي؟ وبعدين مسح جميع الراس عند المالكيه ركن، بحيث لو مسحت بعض الراس وضوئي باطل على مذهب المالكيه، يبقى في الحاله دي اما انشغل بمسح كل الراس حتى لو هتضيع عليا الجماعه افضل من اني امسح جزء من الراس وادرك الجماعه. ادي معنى كلامه، يعني مش بيقول لك التثليث وسائر آداب الوضوء ما لم تكن مختلف في وجوبها في المذاهب الأخرى تتركها عشان تدرك الجماعة، لكن اللي مختلف في وجوبه لا اعمله حتى لو تدعي عليك الجماعة، لأن احنا القاعدة عندنا ايه؟ الخروج من الخلاف مستحب، مراعاة الخلاف واجب والخروج من الخلاف مستحب، علشان يبقى وضوءك صحيح على كل المذاهب. مراعاة الخلاف واجب والخروج من الخلاف مستحب، يبقى مراعاة الخلاف واجب اي في الفتوى، والخروج من الخلاف مستحب اي في العمل. يبقى انت عبادتك تخرج بيها من الخلاف، ولما تفتي تراعي خلاف المذاهب. ما تلاقيش واحد بيصلي صلاه بطلع على مذهب وصحيح على مذهب تقول له عيد الصلاه. ادي معنى مراعاه الخلاف. لكن انت لما تيجي تصلي بقى صلي صلاه تصح على كل المذاهب. يبقى مراعاه الخلاف في الفتوى والخروج من الخلاف في العمل. واضح؟ ايوه، الملكيه عندهم استيعاب الراس والباء للالصاق. الباء للالصاق، وامسحوا برؤوسكم اي ملصقين ايديكم او العضو الماسح بالممسوح استيعابا. واخد بالك ازاي؟ برؤوسكم اي جميعها. ده الملكيه فهموا الايه كده ان الباء للالصاق، والشافعيه فهموا ان الباء للتبعيد اي ببعض رؤوسكم. فهمت ازاي؟ فالاحناف قالوا ربع الراس اقل ما يصح به الوضوء، والشافعية قالوا ثلاث شعرات في محل الرأس يعني محاذية للرأس، ده الأقل، ده الفرد عند الشافعية. لكن ده الفرد من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية الخروج من الخلاف مستحب، استوعب رأسك كلها. يبقى من الناحية العملية الشافعي يتوضى زي المالكي من الناحية العملية، بل الشافعي بيثلث الرأس استيعابا، والمالكي عنده استيعاب الرأس مرة واحدة والسنة والفريضة. في الرأس لا تثلث عند الملكية، تستوعب كلها مرة واحدة سنة وفرض في آن واحد. الملكية رأيهم كده، الشافعي عندهم يستوعب الرأس كلها خروجا من خلاف الملكية ويثلث، لأن التثليث سنة في كل الأعضاء، ولا وما نستثنيش الرأس لأن لا يوجد ما يدل على استثناء الرأس من التثليث. خدت بالك ازاي؟ بس قوله وفي بعض النسخ والتكرار أي للمغسول والممسوح، يعني قد عرفت أن هذا هو الأولى لشموله للأقوال والأفعال، وقد عرفت أيضا أن الأولى للشارح ألا يقصره على المغسول والممسوح. يعني يقول إيه التكرار ثلاثا ثلاثا ويسكت، لأن إحنا عندنا في وجه وإن كان ضعيفا في المذهب أنه حتى يثلث في النية، حتى يثلث في البسملة، ولكن المعتمد إن النية والبسملة مستثنتان من التثليث، والباقي كله يثلث. واضح؟ والموالاة، الموالاة يعني علولة، مش أنت ساعات تقول علولة؟ يعني ورا بعض. أدي معنى الموالاة، كله ورا بعض. واخد بالك إزاي؟ على الولاء، علولة.
واخد بالك ازاي؟ ادي معنى علولة، يعني على الولاء كله ورا بعض. والموالاه هي مصدر والى يوالي اذا تابع بين الشيئين فاكثر، يعني بين شيئين فثلاثه فاربع، يبقى كله ورا بعضه كده يبقى اسمه موالاه، اي تابع. ولذلك قال الشارح ويعبر عنها بالتتابع، يبقى الموالاه هي التتابع. وعباره المصنف تشمل الموالاه بين الاعضاء، والموالاه بين الغسلات للعضو الواحد، والموالاه بين اجزاء العضو الواحد. يبقى الموالاه عندنا ثلاث حاجات: الموالاه بين الاعضاء المختلفه فاغسل الوجه ورا اليدين، والموالاه بين الثلاث مرات، يبقى لما اغسل الوجه ثلاث مرات اغسل اول مره ووالي الثانيه بعدها ووالي الثالثه بعدها ما اخرش، والموالاه في العضو الواحد اي بين اجزائه، فاغسل مثلا اعلى الوجه ورا باقي الوجه، مش اغسل اعلى الوجه وانتظر شويه وبعدين اغسل باقي الوجه وانتظر شويه. يبقى الموالاه بين الاعضاء، والولاء بين الغسلات، والموالاه بين اجزاء العضو الواحد، كل ده مطلوب، وان كان اللي يقصده هنا هي الموالاه بين الاعضاء. جدا المتبادر يعني. وقد اقتصر الشارح على الاولى حيث قال وهي الا يحصل بين العضوين، الا يحصل، ويعبر عنها بالتتابع وهي الا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. ادي الحدود بتاعت الموالاه. والموالاه بين الغسلات وكذا. وقد اقتصر الشارح على الاولى اللي هي الموالاه بين الاعضاء حيث قال وهي الا يحصل بين العضوين، فيزاد عليه وكذا بين الغسلات وبين اجزاء العضو الواحد، فيعتبر الشروع في الغسلة الثانية قبل جفاف الغسلة الأولى في العضو الواحد، والشروع في الثانية قبل جفاف الثانية، الثالثة قبل جفاف الثانية، ويعتبر غسل كل جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله، إذ من أبعد البعيد تحقق موالاة الطهارة لمن جف جزء من عضوه وشرع في غسل بقيه. الحمد لله، يكون الله يصلح بالك. وإن وصله بما بعده، فإن هذا خلاف الظاهر من الموالاة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة جزاك الله خير والتابعين. ولو لم يوالي بأن فرق تفريقا كثيرا لم يحتاج لتجديد نية عند عزوبها لأن حكمها باق. بيدي لك هنا مثال بقى، بيقول لك طب افرض لم يوالي، وقلنا إن الموالاة سنة، يعني إيه؟ يعني أنا غسلت وجهي وتاني غسلة رن التليفون فما فيش حد غيري في البيت، رحت قافل الحنفية، خد بالك ما سيبش بقى الحنفية مفتوحة، واروح ارد على التليفون اقفل الحنفية عشان خاطر اقفل الحنفية، نقفل الحنفية ونروح نرد على التليفون، طلع تليفون واحد صاحبي مكالمته ده لوحده نص ساعة، جفت ونشفت واتحرقت كل حاجة حصل، واخد بالك؟ وبعدين خلصت المكالمة بعد نص ساعة وادخل بقى اكمل، يقول لك لا يشترط اعاده النيه، تكمل على ما فات. شفت؟ ادي بالرغم ان النيه عذبت اهي، لا يشترط لكن يستحب، لا يشترط لكن يستحب، لكن مش شرط. ليه؟ لان النيه مستمره، خدت بالك ازاي؟ حكمها باقي. ما هو التتابع عندنا سنه، واخد بالك ازاي؟ كان زمان في الارض جدي الله يرحمه، كنت انا طفل صغير كده، كنا نروح ساعات الارياف كده شهر في السنه مع ابويا الله يرحمه، فكنت اشوف الفلاحين في الارض يعملوا ايه، كانوا فقهاء برضو، لان كان في واعظ في البلد راجل ازهري كده كان يديهم درس كل يوم بين المغرب والعشاء يحضروا كل رجاله البلد، وعامل يومين في الاسبوع بعد صلاه الظهر للنساء يقعدوا في الصندره وهو يقعد تحت يقعد يشرح لهم، كانوا نساء البلد عارفين احكام الوضوء والغسل والجنابه، ما يعرفوش يقروا ويكتبوا لكن عارفين الاحكام، والست عارفه عده المطلقه وعده الحائض وعده مش عارف مين، واخد بالك، والحامل، وانها لو طلقت ما تتجوزش الا بعد ما تنقضي عدتها، عارفين الاحكام دي كلها، مش زي ما بتقرا في الجرايد تتجوز اثنين وثلاثه وعلى ذمه راجل، اما جهل او عدم ديانه، ما بقاش في علم.
فكان المهم الفلاحين دول كانوا يعملوا ايه؟ كانوا حافين، فكانوا يتوضوا في الغيط، يتوضى كله ما عدا رجليه، ويفضل بقى ماشي لحد ما يوصل للمصلية، وحاطين بقى كوز جنب المصلية كده بزير، يملى الكوز من الزير ويشطف رجليه، يكمل غسل وضوء ما ينقص رجليه، ويروح مخطي رجليه نظيفة يخش مصلي جوه. المسافة دي كلها بقى ما فيهاش موالاة بقى، خلاص كانت أعضاءه جفت، مش محتاج ينوي تاني، مش محتاج ينوي تاني، لأن الشيخ كان مفهمه كده، كان شيخ شافعي، واخد بالك ازاي؟ فكان مفهمه كده، وكانوا يمشوا على كده على طول. فدي حتى، لكن يستحب تجديد النية، يستحب لكن لا يجب، لا يشترط. ليه؟ لأن النية بتندرج معاها خلاص، لأن الموالاة عندنا سنة، ويعبر عنها بالتتابع، فيقال هي التتابع بين الأشياء، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، وكذا بين الغسلات وبين أجزاء العضو الواحد كما علمت. وقوله بل يطهر العضو إضراب انتقالي عما قبله، لأن بل دي أداة إضراب، واخد بالك ازاي؟ وانتقال لجملة جديدة، بحيث لا يجف، يعني حد الموالاة انها انقطعت، ان العضو يجف بنفسه مش بمنشفه، لما يكون الجو معتدل ومزاجه معتدل، يعني ما يكونش عنده حرارة عالية، لان الانسان السخن اعضاءه تجف بسرعة، ولو الجو برضه سخن والشمس طالعة تجف بسرعة. لا، هو بيقول لك، يعني عايز يقول لك ان حد الموالاة انه الا يجف العضو المغسول قبله بنفسه في المزاج المعتدل، يعني ما يكونش مريض ولا يكون الجو شديد الحرارة، وإلا يبقى قد يجف ولكن لسه في موالاة بسبب شدة الحرارة، خدت بالك؟ تصوير لتطهير العضو بعد العضو، أو لقول أنه لا يحصل بين العضوين تفريق كثير، وقوله المغسول قبله أي قبل ذلك العضو الذي يطهره، ويقدر الممسوح مغسولا. طب الرأس ممسوحة، نقدرها لو غسلت، هل جفت قبل غسل الرجل بنفسها؟ لو كانت غسلت، لو جفت قبل غسل الرجل يبقى انقطعت الموالاة، لو ما جفتش، لكن ممكن المسح يجف بسرعة، لكن اعتبرها لو كانت مغسولة كانت جفت، فهمت ازاي؟ اقدر الممسوح مغسول، لان الممسوح يسرع اليه الجفاف فلا يعتبر بل يقدر مغسولا، مع اعتدال الهواء اي توسطه، بحيث ما يكونش الهواء جامد يجففه بسرعة، ولا يكون الحر الشديد والشمس طالعة جامد بحيث يجففه بسرعة، أي توسطه بحيث لا يكون شديدا ولا ضعيفا بل متوسطا. والهواء بالمد اسم للريح التي تهب بين السماء والأرض وتسير بها السفن. وأما بالقصر اللي هو الهوى، فميل النفس إلى ما لا يليق شرعا، وخالف النفس والشيطان، النفس يعني الهوى، يبقى الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ما يميل إليه ويخالف الشرع، أدي معنى ما يميل إليه ويخالف الشرع. وقد يطلق الهوى فيما يميل إليه ولو وافق الشرع، وقد يطلق على ميل النفس المحمود، كقول عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، لما نزلت آية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، سيدنا عائشة بقى غير، والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا فتح له المسألة خالص، حتى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، فقالت سيدنا عائشة والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ده لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل، والنبي لا يهوى ما يخالف الشرع، فدل على أن العرب قد تستعمل الهوى فيما تميل إليه النفس مطلقا، سواء كان محمودا أو غير محمود، واخد بالك؟ ولكن في معظم كتب الصوفية والآداب لما يتكلم على الهوى يقتل المذموم، واخد بالك؟ أي فيما تميل إليه نفسك، ولا تميل نفسه صلى الله عليه وسلم إلا إلى الممدوح، وقد اجتمع الممدود والمقصور في قول الشارع، جمع الهواء مع الهوى في مهجتي، فتكاملت في أضلعي ناران، فقصرت بالممدود عن نيل المنى، ومددت بالمقصور في أكثانية. فهمت؟
فقصرت بالممدود عن نيل المنى، اللي هو الهواء نفسه، واخد بالك، ما قدرش يلحق يعيش لحد ما نال مناه، لما قصر الهواء في النفس ضاع نفس فمات قبل ما يحدث ما يتمناه. ومددت بالمقصور في أكفانية، ومت وانا هوايا لسه في قلبي، ما ايه، ما حققتوش، واخد بالك، يعني ايه، حب وما طالش، عارف يا عيني على اللي حب وما طالش، هو ده الشاعر عايز يقول كده، انه حب وما طالش، واخد بالك، لحد ما مات. والمزاج، اي ومع اعتدال المزاج، اي توسطه بحيث لا يكون شديد الحراره ولا البروده، والمزاج بكسر الميم الطبيعه. والزمان، اي ومع اعتدال الزمان، اي توسطه بحيث لا يكون الزمن زمن شده الحراره ولا زمن شده البروده. قوله واذا ثلث، فالاعتبار باخر الغسله، في الموالاه لما يثلث الاعتبار باخر غسله مش باول غسله، يعني المسافة بين آخر غسلة وأول غسلة العضو الذي يليه دي المسافة تتحسب منها مش من أول غسلة، فهمت إزاي؟ أدي معنى. وإذا ثلث، أي هذا إذا لم يثلث، وإذا ثلث فهو مقابل لمحذوف، وقوله فالاعتبار بآخر الغسلة أي في موالاة الأعضاء كما هو ظاهر، فلا ينافي اعتبار غير آخر غسلة في الموالاة بين الغسلات، بحيث فلا ينافي اعتبار غير آخر غسلة في الموالاة بين الغسلات، بحيث يشرع في الثانية، بحيث يشرع في الثانية قبل جفاف الأولى في العضو الواحد بقى، يعني يوالي في غسلات العضو الواحد أيضا، يغسل الوجه الغسلة الأولى وبعدين يشرع في الغسلة الثانية من الوجه قبل جفاف الغسلة الأولى، ويشرع في الغسلة الثانية للوجه قبل جفاف الغسلة الثانية، ثم يشرع في غسل اليد اليمنى قبل جفاف الغسلة الثالثة من الوجه، وهكذا، أدي المعنى. وإنما تندى بالموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، يبقى متى تجب الموالاة؟ تجب في وضوء صاحب الضرورة. صاحب الضرورة اللي هو دائم الحدث. اللي هو دائم الحدث. وإنما تندى بالموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، اللي هو دائم الحدث أو إيه؟ أو ضيق الوقت، الوقت ضاق. الوقت ضاق يبقى الموالاة واجبة عشان ألحق. ولا هقعد بين كل عضو وعضو 5 دقايق وبعدين أضيع الصلاة. يبقى إذا ضاق الوقت تجب الموالاة عشان ألحق أخلص وألحق الفرض. وإذا كان إيه صاحب عذر كدائم حدث، واحد البول بيخرج منه على طول، بينفلت منه الريح على طول، بيخرج منه البراز على طول. يبقى ده اسمه دائم حدث، يبقى في الحالة دي يوالي على طول عشان تقل الأحداث الخارجة المعفوة عنه، لأن دي ضرورة، فهمت إزاي؟ يبقى بقدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أي مع اتساع الوقت، أما مع ضيقه فتجب، لكن لا على سبيل الشرطية. لو ضاق الوقت تجب الموالاة لا على سبيل شرطية صحة الوضوء، بل على سبيل الوجوب، واخد بالك ازاي، في الوضوء نفسه، لكنها مش شرط في صحته، لان الوضوء صحيح حتى لو لم يوالي، حتى لو ضاق الوقت، لكن هنا وجوب عارض لادراك الوقت، لا وجوب لادراك صحه الوضوء، فهمت المساله؟ عايز يميز لك بين دي ودي، فاهم الفرق؟ فاهم الفرق؟ يبقى الوجوب في الموالاه في صاحب العذر الدائم ده وجوب شرط لصحه وضوئه، بحيث انه لو ما ولاش وضوءه باطل ما ينفعش يصلي بيه. لكن وضوء وموالاة من ضاق وقته وليس من اصحاب الاعذار يجب عليه الموالاة لادراك الوقت لا لادراك صحة الوضوء، لان الوضوء صحيح حتى لو لم يوالي. فهمت بقى المسألة؟ خدت بالك حتى الفرق ده؟ طيب. فتجب أي مع ضيق الوقت الموالاة، لكن على سبيل الشرطية أي لصحة الوضوء، بل على سبيل الوجوب لإدراك وقت الصلاة، فهمت؟ فلو لم يوالي حينئذ حرم عليه لضياع وقت الصلاة مع صحة وضوئه، فهمت إزاي بقى؟ حرم مع صحة الوضوء، حتة سهلة إيه؟ فاهمة. طيب. أما هو أي صاحب الضرورة، صاحب الضرورة يعني امرأة مستحاضة بينزل عليها الدم طول الشهر،
دي سموها دائمة حدث. واحد عنده البول نازل على طول، او عملوا له عملية تحويل مجرى بول في جنبه، عنده سرطان في المثانة نسأل الله السلامة، وعملوا له تحويل مجرى بول فبقى يخرج البول من بطنه من فتح، او عملوا له تحويل مجرى براز من بطنه علشان عملوا له عملية في القولون وفي ورم او في التفاف او في انسداد اي حاجة منه، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي اسمه دائم حدث، يبقى ايه في الحالة دي لازم يوالي على طول، وما يتوضاش كمان الا بعد دخول الوقت، يتوضأ بعد دخول الوقت ويتوضأ مع الموالاة ويصلي بعد الوضوء مباشرة، ما يقعدش بقى يستنى، واخد بالك ازاي؟ كل ده علشان ده ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ويصلي فرض واحد بهذا الوضوء وما شاء من النوافل، وبعدين عايز يصلي فرض تاني يتوضى تاني بعد دخول الوقت التاني وهكذا. لو جمع بين صلاتين بسبب سفر وهو دائم حدث، واخد بالك ازاي؟ يتوضى لكل صلاة، يتوضى لكل صلاة. افرض هو على سفر وهيجمع بين الظهر والعصر ودائم حدث، نقول له اتوضى للصلاة دي وروح بعد كده اتوضى وتعالى صلي الصلاة التانية، سواء جمع تقديم او تأخير. ده مذهبنا الشافعية، لكن في مذاهب تانية أوسع، يقول لك كفاية عليه وضوء واحد وخلاص. في الجمع والقصر في الشافعية يصلوا النوافل أيضا في السفر، لكن يؤجل البعدية ويصليها بعد المجموعة كل. الشافعية يستحبوا السنن في السفر انه يقضيها، واخد بالك ازاي؟ لكن مذهب سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لو كنت اصلي السنن لكنت اتممت اولى. ده راي سيدنا عبد الله بن عمر، لكن الشافعيه قالوا لا، له ان يصلي السنن يجوز، وله ان يتركها، ولكن لا يفرط في سنه الصبح ولا في الوتر، بس دول اللي هو ما يفرطش فيهم ابدا، لكن له ان يصلي سنن الظهر وسنن العصر وهو بيقصر وبيجمع، له ذلك على مذهب الشافعي. اذا صحت الصلاه لنفسه تصح لغيره، فبيقول هل دائم الحدث يصح ان يكون اماما؟ على مذهب المالكيه لا، تبطل الصلاه خلفه ويجيب واحد صحيح البدن، وعلى مذهب الشافعيه يجيزون بس مع مراعاه هذه الشروط، انه يتوضا بعد دخول الوقت وانه يصلي بسرعه مثلا ويامن تلويث المسجد، اذا راعى هذه الشروط يصح امامته. هذا في حاله ايه؟ لو لم يوجد كفءا للامامه غيره، فان كان في واحد تاني حافظ القران وفقيه موجود يبقى يقدم السليم الفقيه، لكن افرض هو الوحيد ده فقيه البلد، قريه بحاله ما فيهاش ده، هو ده بس اللي عليه الطلب والباقيين كلهم عوام، وهو ده العالم وعمل العمليه دي، لا يصلي بيوم امام طالما يأمن التلويث ويراعي الاحكام، خدت بالك؟ الملكيه حتى الاعمى ما يجيزوش امامته، حتى الاعمى يقول لك صلاته صحيحه لنفسي اما لغيري فلا، لانه قد لا يدرك نجاسه على ثوبي او بدني فيصلي به، واخد بالك؟ لانه لا يراه، ده راي الملكيه كده. لكن على مر العصور يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ترك سيدنا عبد الله بن ام مكتوم اميرا على المدينه، وكان الامير على المدينه في خلافه في عصر النبي يصلي بالناس، فلم يمنعه من الصلاه بالناس. فيعني الشافعيه في هذه المساله ارجح، وده اللي معمول، بتجد ائمه كتير، وزاره الاوقاف ماشيه على مذهب الشافعيه في الحته دي، بيجي لهم ائمه كتير خريجين اصول دين وكده وعميان، وبيعينهم ائمه مساجد وما فيهاش مشكله. وأما هو أي صاحب الضرورة وهو مقابل لما قبل وقوله، فالموالاة واجبة في حقه أي تقليلا للحدث اللي هو خارج منه على طول. وفي المذهب القديم اللي الشافعي دي مذهب قديم في العراق ومذهب جديد لما جاء مصر، حتى في حق السليم وكذا عند الإمام مالك، يعني المذهب القديم للشافعية أن الموالاة واجبة زي الملكية بالظبط، مش سنة من سنن الوضوء، بل هي واجبة من واجبات الوضوء، يعني من أركان الوضوء أو من فروض الوضوء الموالاة في المذهب القديم للشافعي. ثم بعد ذلك المذهب الجديد جعل الموالاة سنة وخالف مذهب الإمام مالك فيه، ولكن جعلها واجبة على الأصل عند الضرورة بس،
واخد بالك ازاي؟ في ايه؟ في دائم الحدث. وكذا عند الامام مالك، يعني وكذا الموالاه واجبه في مذهب الامام مالك. وبقي للوضوء سنن اخرى مذكوره في المطولات. في ناس وصلوا سنن الوضوء لحد 50 سنه. في ناس وصلوها كده قعدوا يعدوها وصلوها كتير. هو بس ذكر لك السنن المشهوره، هيقول لك بقى ايه بعض السنن اللي ما ذكرهاش. منها اطاله الغره والتحجيل. منها اطاله الغره والتحجيل. الغره يعني تغسل اكتر من الوجه شويه، يعني جزء من الراس والرقبه، جزء من الراس والرقبه مع ايه؟ مع الوجه. يبقى دي معناها ايه؟ الغره. والتحجيل اللي هو تغسل فوق المرفق وجزء من الساق مع القدمين، دي اسمه التحجيل بغير اسراف يعني. ومنها إطالة الغرة والتحجيل لخبر أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولعل المراد بالغرة ما يشمل التحجيل أو الكلام فيه حذف الواو، يعني أنتم الغر والمحجلون، مع ما عطفت والتقدير أن يطيل غرته وتحجيله. ومنها ترك الاستعانة، من السنن أيضا ترك الاستعانة، إن حد يصب عليك، ان حد يدعك لك اعضاءك، يسن ترك الاستعانة الا اذا كان مريض. ومنها ترك الاستعانة بالصب عليه بغير عذر، فهي خلاف الاولى. اما بعذر كمرض فلا تكون خلاف الاولى، بل قد تجب الاستعانة اذا لم يمكنه التطهير الا بها بسبب ضعف او مرض او شيء. ولو باجرة مثل، ولو يعين موظف ويديله اجرة ويجي يجيب له المية ويوضيه، طالما عنده اموال وما عندوش اولاد يعملوا له الشغلانه دي. فان استعان فالاولى، لما يستعين بقى بحد يعني يوضيه، فالاولى ان يقف الصاب عن يسار المتوضئ، لانه امكن واحسن ادبا. لان انت تملي بتشتغل بايدك اليمين، فهتقعد تخبط فيه بقى ويخبط فيك، فلما يقف على شمالك كده ويصب لك يبقى امكن ليك، لان الحركه بالايد اليمين اكتر، خدت بالك؟ فالأولى أن يقف الصاب عن يسار المتوضئ لأنه أمكن وأحسن أدبا. وأما الاستعانة في غسل الأعضاء، إن تستعين بقى بواحد يغسل لك أعضائك، يعني يشطف وشك، يغسل دراعك، يمسح لك دماغك، فمكروهة بلا عذر. والاستعانة في تحصيل الماء لا بأس بها، يعني ممكن تستعين بواحد تقول له هات لي شوية مية توضى، ما يجراش حاجة، فهي مباحة. ونقف عند هذا الحد بعد الأذان، نكمل حاجة بسيطة، هنقف على باب الاستنجاء إن شاء الله. ومنها أيضا من سنن الوضوء أن يضع إناء الماء عن يمينه إذا كان يغترف هو منه، لأنه تملي بيغترف بيمينه، فيبقى يضع الإناء عن يمينه لو ما كانش حد هيصب له. لو حد هيصب له يقف على الشمال، لو هو اللي هيضع الإناء وياخد منه يبقى يضع الإناء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه زي إبريق، يبقى الإبريق يمسكه بإيده الشمال عشان لما يصب على إيده اليمين، لأن ذلك أمكن فيهما كما قاله في المجموع الإمام النووي، يعني قاله الإمام النووي في المجموع. ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة، ومنها تقديم النية إن ينوي الأول مع السنن المتقدمة على غسل الوجه علشان يدخلها إيه في العبادة، زي السواك وزي البسملة وزي غسل الكفين وزي المضمضة والاستنشاق، كل ده بيبقى قبل غسل الكف الوجه، فيقوم ينوي نية في الأول يقدمها عشان يدخل الأعمال دي كلها اللي هي قبل غسل الوجه اللي هو أول فرض في العبادة. ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على غسل الوجه ليحصل له ثوابها كما مر. ومنها التلفظ بالمنوي، إنه يتلفظ بالنية، نويت فرض الوضوء، نويت الوضوء لاستباحة الحدث، لاستباحة الصلاة ورفع الحدث، نويت فرض الوضوء، نويت الوضوء للصلاة، كل دي نوايا ينويها، خدت بالك؟ يسن عندنا بدعة عند المالكية من سنن الوضوء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا الأصل الوسائل لا حكم المقاصد، الوسائل لا حكم المقاصد. فانت دلوقتي النية محلها القلب، انا معاك التلفظ مش مطلوب،
لانه ما قالكش يجب الطلاق. ما هو ايوه، ما هو يسمي يعني ايه؟ يعني يستحب شرعا، يستحب شرعا. لا، ما احنا بنبص كده في الادله الشرعيه كلها. هل النبي تلفظ بالنيه في عباده من العبادات؟ فنلاقيه تلفظ في الحج مثلا، وتلفظ في ذبح الاضحيه، وتلفظ احيانا في الزكاه، وكلها عبادات ومتكرره، فدل على ان النيه مطلوبه في سائر العبادات. طب لما لم يتلفظ في الوضوء؟ قال اما تلفظ ولم يذكر فلم نسمعه صلى الله عليه وسلم، او تركها لانها كان يستحضرها في قلبه لكثره تكرار العباده فكان يستحضرها، واخد بالك ازاي؟ لكن لم يرد النهي عنها، انه قال اوعى تتلفظ، بل جاء اجمالا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الامام مالك قال عليها بدعه، لان لم يرد عنده ان النبي تلفظ بها، لم يثبت عنده، والصحابه لم يتلفظوا بها، لان هو شاف اولادهم التابعين، فقال انتوا كده بتعملوا يا شافعيه حاجه ما شفناهاش، دي بدعه. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. لكن الامام الشافعي قال لا، تستحب، لان الوسائل لها حكم المقاصد، واستدل على جواز التلفظ بالنيه بان النبي تلفظ بها في عبادات اخرى. فده وجهات نظر الفقهاء، لهم وجهات نظر. عشان كده ساعات الامام يجي في الصلاه يقول لكم ايه؟ استقيموا يرحمكم الله، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ساعات يقولوا كده لأنه ملكي، الإمام ده ملكي. إنما الشافعي يقول لك استقيموا يرحمكم الله، النية محلها القلب والتلفظ بها سنة. بس الشافعي ما بيرضوش يعني يبصوا على الناس قوي، عشان ما حد ما يضايقوش حد، حاططها في قلبه بيتلفظ وخلاص ومشي حاله، لأنه فاهم المسألة. فالشافعي يتلفظوا بالنية. حتى انت اتولدت لقيت ابوك بيتلفظ ويقول نويت صلاة فرض الله اكبر، وابوك لما اتولد لقى جده بيعمل كده، وجده ورثوها من الشافعية، لان الشافعية قعدوا في مصر مستوطنين وطنهم، ما هو الامام الشافعي مدفون هنا، فالفقه الشافعي اصبح سجية عند المصريين متوارث. فهمت ازاي؟ لكن لما تيجي تروح مثلا تصلي في بلد يشتهر فيها المذهب المالكي وتصلي جنب الناس، ما تلاقيش حد ينطق خالص، يقف كده وينوي الله اكبر، ما قالش نويت، خدت ده صح وده صح، ما تعملهاش حاجه يعني، مش مشكله يعني، ما تعملهاش قضيه كبيره. ومنها التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب كما تقدم، ويسر بها بحيث يسمع نفسه فقط، ومنها استصحاب النيه ذكرا بقلبه الى اخر الوضوء، يعني يستحضر كده انه في طول الوضوء ده انه بيعمل عباده الوضوء، مش يسرح، يعني يبقى مستحضرها طول الوضوء. دي كلها سنن برضه. ومنها ترك الكلام بلا حاجه، مش يقعد يتناقش ويحل مشاكله وهو قاعد يتوضى جنب زميله اللي قاعد يتوضى جنبه، لا، ما يتكلمش، ينشغل بقى في الدعاء، في الذكر، في استحضار نيته، وفي دوام استحضار النيه في الحاجات دي. ومنها ترك الكلام بلا حاجة، ومنها توقي الرشاش، لأنه يتوقى برضو إيه؟ إن الحاجة تنزل ويترد على هدومه توسخ، لأنه كانوا زمان أحيانا يتوضوا في الأماكن اللي استنجوا فيها، فيبقى الرشاش ده أحيانا يكون فيه نوع من النجاسة. والإمام أبو حنيفة رأيه إن الرشاش اللي نازل وشايل الحدث ده نجس، ده الإمام أبو حنيفة، عشان كده عمل الحنفية، سموها حنفية نسبة لأبو حنيفة. الشافعية لا، عندهم ماء مستعمل طاهر، لا يجوز استعماله مرة أخرى لكنه طاهر، ما يضرش، لكن يسن توقي الرشاش ليه؟ خروج، لأن الخروج من الخلاف مستحب. الشافعية يحبوا يخرجوا من الخلاف، عايزين يصلوا ويتوضوا صلاة ما تخرش المية، ما يجيش فقيه من الفقهاء يقول له أنت كده غلط، بحيث لو مر عليه الامام ابي حنيفه والامام مالك، لو الاربع ائمه قاعدين يتفرجوا عليه وهو بيتوضا ما حدش ينطق، لو اتفرجوا عليه وهو بيصلي ما حدش ينطق، هو الشافعي عايز يبقى كده. فهمت ازاي؟ ما حدش يتلت عليه تلت التلاته. ده راي الشافعيه عموما، ان في العمل الخروج من الخلاف، واخد بقى، لكن في الفتوى مراعاه الخلاف واجب. بس ومنها توقي الرشاش، ومنها البداءة بأعلى الوجه،
برضو يسنن يبدأ بأعلى الوجه، مش يبدأ من أسفل الوجه ويطلع، لا بأعلى الوجه وينزل. ومنها تحريك خاتمه، إنه يحرك الخاتم كده، دي سنة علشان يدخل الماء جوه. لو كان الخاتم جامد وعريض يبقى يجب تحريكه عشان يدخل الماء، يجب مش يسن، يجب. لكن لما يبقى الخاتم واسع يسن تحريكه بس، مش يقول لك ساعة ووتر بروف زي الجدع اللي قلت لك عليه ده. ومنها تحريك خاتمه، فإن لم يحصل الماء تحت لما تحته إلا به وجب يعني وجب التحريك، لو لم يحصل إن الماء وصل إلا بالتحريك يبقى يجب ساعتها. ومنها دلك الأعضاء، الدلك إنه يدعك الأعضاء كده، دي كلها برضو سنة. اتفضل يا سيدي. ومنها دلك الأعضاء ويبالغ في العقب، العقب المصريين يقولوا عليه الكعب، غلط، هو ما اسموش الكعب، اسمه العقب. الكعب اللي هو بز الرجل، ده الكعب في لغة العرب، ربنا بيقول لك إلى الكعبين واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، اللي هو بز الرجل. أنت زي المصريين يقولوا عليه بز الرجل، اللي هي البروز العظمي اللي بين الساق والقدم، يبقى لازم الغسل الرجل يشمل الحتة دي كلها محل الفرق. لكن العقب اللي هو ايه؟ اللي هو العرقوب، مش يقول لك كل واحد معلق من عرقوبه، ها؟ هو ده العرقوب. العرقوب اللي هو كعب، اللي انت تسميه كعب. اللي هو العظمه اللي في اخر الرجل اللي بتلمس بيها الارض، اللي المصريين يقولوا عليها الكعب، لكن هي مش الكعب. واخد بالك ازاي؟ هي العقب اسمها. الرسول قال ويل للاعقاب من النار لما لقاها، مش مبلوله. ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء، لان في الشتاء الميه بتجري من شده البرد بتجري، فيقوم يجي على العقب ده، والعقب كمان يبقى مقشف مقشف، والدنيا شتا والميه بتجري، لو ما دلكش كويس يبقى جزء منه مش هيتبل. فيقوم ايه في الحاله دي لازم ايه يهتم بالعقد كويس خصوصا في الشتاء. ادي المعنى. والشو بقى خلاص يغسل الميه كده، ما هيدخلها جوه يعني، هو بس يطمئن ان الشو ما يبقاش فيها فار مستخبي، ولا فيها حشرات ولا حاجات من دي، ولا فيها طين بقى عامل طبقه كده. لكن برضو حتى لو فيها طين وإزالة هذا الطين من الشق يؤدي إلى نزف أو إنه يؤلمه، يبقى خلاص يسيبه في حاله ويغفل كده وخلاص. ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء، فقد ورد ويل للأعقاب من النار، ومنها أن يتعهد موقه. يتعهد موقه، عارف أنت لما تلاقي واحد عينيه معمصة، العمص بيبقى في الموق، الموق اللي هو الجزء الداخلي من العين ناحية الأنف ده. يتعهد موقه ليه؟ لانه ممكن يبقى فيه عمص ناشف يحول بين وصول الماء، واخد بالك؟ فيتعهده كويس يغسله. احيانا مش عمص، كمان تراب الطريق، تراب الطريق مع العرق يعمل طبقه كده في الحته دي، مع الدموع وتجف تقوم تعمل طبقه، فيتعهد موقه وكذا ملاحظه. للملاحظ اللي هو الجزء الخارجي من العين دي الملاحظ، والثانيه الموق. كل دي سنن للوضوء. ومنها أن يتعاهد موقه وهو طرف العين مما يلي الأنف، واللحاظ وهو طرفها مما يلي الأذن، وكذا كل ما يخاف إغفاله. وكذا كل ما يخاف إغفاله، واحد مثلا يعني عنده خده كده مدلدل منه وعامل طبقات، يبقى يطمئن أن كل الطبقات يدخلها فيها. عنده ورم في دراعه ومتني كده في مكان محل الفرد، وعنده حته تحته، يبقى يطمئن ان الميه توصل ليها. كل واحد على حسب بقى ايه ما يتعهد الاماكن اللي هو حاسس ان الميه لا تصل اليها بسهوله الا بان يتعهدها، يعني يهتم بها. ومنها ان يبدا باصابع يديه ورجليه ان غسل بنفسه، يعني ان غسل بنفسه يبتدي بصوابع ايديه مع دراعه كده، خدت بالك؟ ويده. لكن لو حد بيصب له يبتدي باعلى كده.
ويبتدي كده، خدت بالك؟ وكذا الرجلين، يبتدي بغسل الأصابع الأول لو بنفسه، لو حد بيكبله بيبتدي يغسل كده وينزل على تحت. ومنها أن يبدأ بأصابع يديه ورجليه إن غسل بنفسه، فإن صب عليه غيره بدأ بأعلاها على المعتمد. ومنها الدعاء المشهور عقبه، وقد تقدم بعد ما يخلص الوضوء بيقول إيه؟ بيقف متوجه للقبلة رافعا يديه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كويس. ويقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومنها أن يصلي ركعتين بعده، اللي يسموها ركعتي سنة الوضوء، كل دي سنن متعلقة بالوضوء. ومنها ترك التنشيف، إنه ما ينشفش أعضاءه بلا عذر، إلا لو هو عارف إنه بيجيله مرض جلدي لما بيسيب نفسه مش متنشف، أعضاءه بتقشف، عنده ضرر بيصيبه لو ترك، يبقى ساعتها عنده عذر. لكن ما بيجرالوش حاجة، تركه التنشيف أولى. ومنها ترك التنشيف بلا عذر لأنه يزيل أثر العبادة، وأثر العبادة مطلوب، فلا تزيل أثر العبادة. كويس. لأن لدرجة إن الشهيد بيكفن في ثوبه ولا يغسل حتى لا يزال أثر الدم من جسده اللي هو جرح به في سبيل الله، علشان يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، فلا تزيل أثر العبادة. واخد بالك؟ ولا لأنه يزيل أثر العبادة اللي هو التنشيف يعني. أما بعذر كبرد وخوف التصاق نجاسة وإرادة تيمم عقب الوضوء فلا كراهة. افرض انك انت ناوي تتيمم بعد الوضوء، ما انت لو ما نشفتش هتحط ايدك على الارض كده هتشيل التراب بقطين، تيجي تمسح بيه وجهك تطين الدنيا، واحنا مش عايزين تطين وجهك، فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي نشف بقى. طب وهو انا هتيمم بعد الوضوء؟ اه ممكن اتيمم بعد الوضوء عن عضو لا استطيع غسله. افرض ان انا رجلي فيها جراحة او متجبسة، فانا هتوضى وضوء كامل ما عدا رجلي مش هغسلها، والرجل يجب غسلها، يبقى ساعتها هتوضى الاعضاء السليمة كلها وضيها، واجي مكان الرجل اللي هغسلها اروح ايه؟ المالكية يقول لك امسحها، الشافعية يقول لك اتيمم عنها. اتيمم عنها يعني اغسل ايديك بعد ما تخلص الوضوء، تنشف ايدك وتضرب ضربة للوجه وضربة للكفين. واخد بالك؟ ده رأي الشافعية، خلاف للمالكية. المالكية يقول لك امسح الجبيرة. هتيجي انت بقى الشافعية رأيهم انك انت لا تمسح على الجبيرة فقط، بل تمسح على الجبيرة وتتيمم، لأن التيمم نيابة عن الغسل، عن غسل الرجل، لأن الرجل عضو مغسول مش ممسوح. فهمت؟ فبتتيمم بالنيابة. أو مثلا واحد عنده جراحة مثلا أو جرح أو شيء من هذا، ضمادة فحطتها حوالين دراعه كده، فيجي عند دراعه ده اليمين مش هيقدر يغسله، يا دوب هيغسل بس الحتة دي كده، يعمل كده ويغسل كده، لأن مش عايز يبل الحتة دي لأنها معصوبة. يوم يعمل إيه؟ بيغسل إيده اليمين، وبعدين يغسل إيده الشمال، وبعدين قبل ما يمسح رأسه يروح مسح إيده ومنشف وجهه ومنشف ايده ويتيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، بيتيمم عن اليد، عن الجزء اللي ما غسلوش، وبعد كده يروح ماسح رأسه ويغسل رجليه الاثنين علشان يجمع بين الوضوء والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم، فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم، وهذا مستطاع، مش كده برضه؟ والتيمم بدل عنه في ترتيب العضو، في ترتيب العضو، لان الترتيب عندنا ركن، الترتيب عندنا ركن. افرض انا راسي دي حصل فيها مشكله ورحت معصبها كلها طاقيه كده زي ما بتشوفوهم في الافلام، عمل حادثه عملوا له طاقيه جبس، ما بتشوفهاش دي، لكن افرض ان عملوا له كده، واخد بالك؟ فمش قادر يمسح راسه خلاص، ولا باين حتى فتفوته،
عاملينها له كده، ما احنا لو باين حته صغيره شفايه يجيز ولو قليل يمشي، لكن افرض ان هم زي ما عملوها محبوكه، فيعمل ايه؟ يوضي الاعضاء بتاعته لحد ما يوصل لوقت مسح الراس، يروح منشف ايديه ومنشف وجهه ويروح ضارب متيمم عن الراس، وبعد كده يروح غسل الرجلين ويروح يصلي. كويس؟ فهمت الطريقه؟ طيب الحاجات دي كلها هناخدها في باب التيمم على فكره، خدت بالك ازاي؟ باب التيمم هنقعد فيه شهرين، ما تقلقش، شهرين على الأقل، وممكن لو فتحنا فيه نقعد فيه سنة. التيمم على مذهب الشافعية ده باب واسع، لأن في تيمم يعاد معه صلاته، وفي تيمم لا تعاد معه الصلاة، ودي ليه شروط وده ليه شروط، وفي تيمم مع الوضوء، وتيمم بغير وضوء، وتيمم مع غسل، وتيمم مع بغير غسل، والتيمم بالنيابة عن الغسل ووضوء معه. صور كتيرة عايزة يعني علم شوية، فهنقعد معاكم كده بالراحة في باب التيمم إن شاء الله، وعليكم خير. لكن على أي حال حاجة بسيطة كده بسرعة عشان تقوموا تصلوا الوقت. ومنها أن يصلي ركعتين، إحنا قلنا ينشف إمتى؟ إذا أراد التيمم، خدت بالك؟ عقب الوضوء فلا كراهة، وإن نشف ولو هينشف بقى فالأولى ألا يكون بطرف ثوبه ولا بذيله، مش بطرف ثوبي ولا بذيل، لما قيل انه يورث الفقر والنسيان. ده خبر ضعيف، ان اللي يعمل كده بيورث الفقر والنسيان، واخد بالك؟ فما فيش داعي. وان كان خبر ضعيف فيقول لك تجنبه احسن، ده يطلع صحيح ولا حاجه، واحنا يعني مش ناقصين فقر ومش ناقصين نسيان. الناس يقول لك ده انا بحفظ القران وبنساه، مش عارف بذاكر وبنسى، يعني انت مش ناقص نسيان. والامريكان يعني الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى مبتلين بيهم، عايزين يزودونا فقر، فربنا يخلف ظنهم. ومنها ترك النفض، ترك النفض لانه كالتبري من العباده، انه ما يعملش كده ينطر. ما احنا قلنا مش هينشف، يبقى يعمل كده يعني؟ لا، ممكن يعمل كده بالراحه كده، خدت بالك؟ يعمل كده بالراحه كده، انما ما يعملش كده، لان كده كانك انت بتتبري من العباده، في نوع من التبري من العباده، منظر وحش، كانك قرفان، لان لما تعرف من حاجه تعمل لها كده، خدت بالك؟ فهو بيقول لك ان ده نوع من التبري من العباده. واما خبر انه صلى الله عليه وسلم اتته ميمونه بمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، فلبيان الجواز، لان احنا قلنا مش حرام النفط، احنا قلنا مكروه بس، لكن لو النبي لو ما عملوش ولا مره دل على انه حرام، النبي عمله مره عشان يبين انه مش حرام، ده مكروه بس، يبقى فعل النبي لبيان الجواز. ومنها غير ذلك، وتقدم ان بعضهم عدها نحو 50 سنة، يعني بعض العلماء عدوا سنن الوضوء حوالي 50 سنة. تتمة، هنخلص التتمة دي ونصلي ان شاء الله. يسن الوضوء لقراءة القرآن، متى يسن الوضوء بقى؟ انت عارف انه يجب الوضوء، يجب الوضوء لايه؟ للصلاة وللطواف ولمس المصحف، مش كده برضه؟ بس في حاجة تانية؟ ها؟ يجب، يجب يا فقيه، يجب الوضوء للصلاة وللطواف ولمس المصحف، مش كده برضه؟ غير كده سنن. يبقى هنا بقى بيقول لك يسن الوضوء لقراءة القرآن ولو من غير مس مصحف. أنا حافظ القرآن مثلا وعايز أقعد أقرأ سورة ياسين، بحب أقرأها قبل ما أنام، يسن الوضوء لقراءة القرآن ولا يجب. لكن لو هقرأه من المصحف وهمسكه وأقلب فيه يبقى يجب الوضوء، لكن لو هقرأ مطلق القراءة يسن بس الوضوء ولا يجب. يسن الوضوء لقراءة القرآن وسماعه. افرض أنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، لكن الشيخ قال لي إن قراءة سورة ياسين دي ليها فضل كبير، فرحت جايب الشريط اللي عليه تسجيل سورة ياسين، وعندي الجهاز في البيت بدل ما اشغل ام كلثوم، قبل ما انام كل يوم اروح مشغل الشريط واقعد اسمع سورة ياسين وانام على كده، يبقى يسن الوضوء لسماعه. فهمت ازاي؟ والحديث وسماع حديث النبي وسماعي، سواء قراءتي او سماعي، احتراما لحديث النبي. وروايته، وحتى روايته الامام مالك بن انس صاحب المذهب كان لما يجي يقعد في درس العلم بتاعه يسألوه يفضل قاعد،
يسألوا يعملوا قاعد يجاوب. أول ما يقولوا له نريد الحديث يقول لهم طب استنوا بقى، يروح داخل بيته يغيب عنهم ساعة، يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثياب ويلبس العمامة ويجيب البخور ويبخر المجلس ويعمل ويعمل قعدة بقى، واخد بالك ازاي؟ ويغير جو القعدة خالص ويبتدي يقعد احتراما لحديث النبي. ده كان الإمام مالك كان يعمل كده. وروايته يعني الحديث، وحمل كتب الحديث، وحمل كتب الحديث يسن، وكتب التفسير والفقه وكتاباتها وقراءة العلم الشرعي والأذان، يسن الوضوء للأذان أي يسن. طب افرض ان انا قمت من النوم والوقت دخل وانا مش متوضي، افتح الجامعة وادخل اذن من غير وضوء، فهمت ازاي؟ لكن ما لا يشترط للأذان ولو جنب، بس ما يدخلش المسجد يأذن من جوه، يأذن على باب الجامع. دخل الوقت وقام لقى نفسه مختلف وفي وقت الفجر وعايز ينبه الناس، ولو دخل يغتسل ويطلع هيلاقي خلاص الوقت فات بقاله نص ساعة، يقف على باب الجامع ويأذن عشان ما يدخلش وهو جنب، وبعدين بعد كده يخش يغتسل وبعدين ايه ويتوضأ ويجي يصلي. لكن يسن انه يتوضأ للوضوء للأذان، يسن بس. والجلوس في المسجد، أنا ناوي أقعد في المسجد شوية كده أريح نفسي أقرأ قرآن مش وقت صلاة، يسن برضه بقى أجلس في المسجد وأنا على وضوء. ودخوله ولدخول المسجد كذلك. والوقوف بعرفة، يسن الوضوء للوقوف بعرفة. كل دي سنن مش واجب، خد بالك. والسعي، والسعي يسن له الوضوء. يجوز أن تسعى وأنت على غير وضوء، بل يجوز أن يسعى أن تسعى المرأة وهي حائض. يعني افرض طافت المرأة وخلصت طوافها وبعدين وهي راحة تشرب من زمزم حاضت وراها سعي، تروح تسعى وهي حائض، فهمت ازاي؟ لأنه السعي مش زي الطواف، الطواف صلاة أحكامه أحكام الصلاة، لكن السعي لا يشترط فيه، فتسعى وهي حائض ونفساء ما يدورش. لكن يسن انك تسعى بوضوء، يسن برضه، واخد بالك ازاي؟ وان كان لا يجب. افرض انتقد وضوءك وانت بتسعى طلع منك ريح، كمل السعي ما يجراش حاجه، مش شرط تروح تسيب الزحمه دي وتروح تزاحم في الزحام الرهيب ده وتروح تتوضى وترجع تكمل السعي تعذب نفسك، خلاص كمل ما يجراش حاجه، حكايه سهله. والسعي وزياره قبره صلى الله عليه وسلم، برضه يسن الوضوء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت رايح تقابل النبي. أنت لما بتزور النبي بعد وفاته كأنك زرته في حياته. خد بالك تستحضر كده لأنه حي في قبره. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار الرفيق الأعلى اختار الرفيق الأعلى لأنه بوجوده في برزخه اطلاع على أمته أوسع من اطلاع على أمته وهو بغير برزخه. يتسع، لأن الإنسان بعد موته بيتسع مدى رؤيته. فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد، مش كده برضه؟ لما الإنسان يموت بصره يزداد حدة ويزداد مجال رؤيته، بحيث أنه يقال أن الميت عندما تخرج روحه يرى الأكوان كما ترى أنت الكرة من فوق كده، تشوف جميع أركان إلى هذه الدرجة اتساع الرؤية. يبقى النبي في قبره يشرف على أمته كلها صلى الله عليه وآله وسلم، ومجال رؤيته أوسع. إذا كان الإنسان المعتاد كده فما بالك النبي وهو أخص الخصوص وهو السيد الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لما تيجي تروح في قبر اعرف أن النبي مطلع عليك وبيبص لك، فتلبس أحسن ثيابك وتتوضأ وتتطيب وتدخل بأدب وما تزحمش وما تزقش الناس وما تعليش صوتك، وتستحضر أنك أنت في حضرته صلى الله عليه وسلم، فتبقى في كمال الوقار والخشوع والأدب حتى لو ما اتكلمتش، ربنا بيطلعه على ما في قلب أمته. الواحد ساعات بيلجمه الخشية، واخد بالك، وهيبة النبي، فتلاقي واقف قدام القبر محضر كلام كتير طول السكة عايز يقوله، أول ما يوصل يلاقي ولا حاجة عايزة تطلع، ما يجراش حاجة ما يهمكش، ربنا هيبلغ نبيه اللي في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيله الزوار في حال حياته ويقول له ايه، يجي له من اليمن يقول له جئت تسال عن البر، قبل ما يساله يقول له انت جيت تسال على كده. فربنا بيطلع نبيه على احوال امته ظاهرها وباطنها، فما تقلقش. فيبقى لازم في زياره النبي صلى الله عليه وسلم تستحضر هذه المعاني كلها.
بيبقى على وضوء في كمال الزينة، في كمال الأدب، في كمال الوقار وغيره. ومن حمل الميت، بعد حمل الميت يسن الوضوء، ومسه، مس جسد الميت يسن بعده الوضوء، لكن تغسيل الميت يسن بعده الغسل، يسن، كل دي سنن مش واجب. ومن الفصد والحجامة، يعني تعالج بعلاج الفصد والحجامة، او عصروا له دمل او خرجوا له قيح او بتاع، يسن انه يتوضا ولا يجب. والقيء قاء يسن له الوضوء، لان القيء ينقض الوضوء عند الاحناف، القيء ينقض الوضوء عند الاحناف لكن لا ينقض عندنا كشافعية. والفصد والحجامة تنقض الوضوء عند الاحناف ولا ينقض الوضوء عندنا يا شافعية، واحنا قايلين ان احنا الخروج من الخلاف مستحب، يبقى توضا لو قاء او فصد او خرج منه دم، كل ده يسن له الوضوء عند مذهب الشافعية خروجا من خلاف من اوجب. واكل لحم الجزور اللي هو اللحم الجملي، هتروح تاكل كفتة عند الكبابجية، كل كفتة الكبابجية دي داخل فيها لحم جملي، اصل الكبابجية يقول لك ان اللحم الجملي ده لو ما دخلش في الكفتة هتفرول عشان تمسك، واخد بالك، سمعتهم بتقول لهم كده، يبقى انت طالما اكلت كفته بره، واخد بالك ازاي، يبقى تتوضا. ليه؟ لان ده لحم جزور، يسن ولا يجب. ليه؟ لان في من الفقهاء واهل الحديث قالوا يجب الوضوء من لحم الجزور، ورجح هذا القول الامام النووي وكذا الامام البخاري، يرى ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء، واخد بالك، فيبقى ايه، يسن على الاقل، لا يسن انت خروجا من الخلاف، روح اتوضى من اكل لحم الجزور. وقهقهة المصلي، يعني واحد بيصلي وبعدين ضحك لدرجة انه قهقه، الامام ابو حنيفة يقول له كده وضوءك، صلاتك بطلت ووضوءك انتقد، روح اتوضى تغليظا عليه، فهمت، لو ضحك بصوت يعني وهو في داخل الصلاة. الشافعي عندهم لو ضحك بصوت داخل الصلاة تبطل صلاته ولا ينتقد وضوءه، لكن يستحب له ان يتوضى برضه خروجا من الخلاف، فهمت؟ كل ده ماشي خروج من الخلاف. وللنوم يسن له ان يتوضا للنوم، واليقظه ولما يستيقظ من النوم، وعند الغضب علشان يطفئ، لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وانت نفسك لما بتغضب بتقول له ايه، يا اخي سخنتني، خلتني مولع، والولعه عايزه ميه تطفيها، يبقى يسن الوضوء بعد الغضب، خدت بالك ازاي، عند الغضب. وكل كلمة قبيحة، يا سلام بقى لو انت مشيت على العادة الحلوة دي، كل ما تقول كلمة قبيحة تروح تتوضى على سبيل السنة بس والتهذيب وتربية النفس ورياضتها، هتلاقي نفسك خايف تقول كلام قبيح لحسن هتبوش، هتبطل بقى، فهي من باب التربية، ان كل ما الواحد يقول كلمة قبيحة يروح يتوضى، كل ما يقول كلمة قبيحة يروح يتصدق، هيلاقي فلوسه خلصت، لا بلاش بقى يلم نفسه، كان زمان مشايخنا يقول لنا كده، كل ما تقول كلمة قبيحة تصدق ولو بمبلغ بسيط، إن شاء الله ربع جنيه. كل ما تقول كلمة قبيحة وأنت رايح تصلي وكنت متوضي، روح اتوضى تاني. واخد بالك؟ يوم علشان يعلمك إنك تراقب نفسك. ما هو أنت طالما هتلاقي نفسك هتدفع، تراقب نفسك. وعند الغضب وكل كلمة قبيحة، ومن قص الشارب، لما يقص شاربه برضه يسن أن يتوضأ، وحلق الرأس يسن له ولا يجب. ليه؟ لأن الجزء اللي مسح عليه شاله وظهر جزء جديد، فيسن بقى يتوضأ تاني عشان يمسح، لكن لا يجب على فكرة، لا يجب. وخطبة غير الجمعة، خطبة غير الجمعة يسن لها الوضوء، لكن خطبة الجمعة يجب لها الوضوء، يعني لو واحد خطب جمعة ومش متوضي صلاته باطلة، لكن خطب العيد وهو مش متوضي الخطبة صحيحة، خطب خطبة صلاة الكسوف وهو غير متوضئ الخطبة صحيحة، لكن خطب الجمعة وهو غير متوضئ بطلت الصلاة. افرض انتقدت وهو بيخطب كده وبيتكلم بعنف كده، فحزق حزقة فانتقدوا له، في اصل خطباء كده على المنابر يحزقوا جامد طبيعته كده، اصل حال الأمة يبكي، فهو لما بتاخده بقى الجلالة وبيغضب كده على أحوال الناس وأحوال الأمة، تلاقيه افرض انتقد وضوءه خلاص، ينزل من على المنبر ما يجراش حاجة، ويقول للناس مكان على هيئتكم، ويروح متوضي وكأنه راجع يكمل الخطبة، ما فيهاش مشكلة خالص. سيدنا عمر عملها، ها؟
صلاة الجنازة لازم ليها الوضوء، لازم لازم صلاة الجنازة ليها الوضوء. لا كل الصلوات للصلاة، سواء صلاة نافلة، فريضة، جنازة، كسوف، خسوف، سجود تلاوة، كل ده كل ده يسن له، يجب له الوضوء، كل ده يجب له الوضوء. لا خطبة العيد بتبقى بعد الصلاة، واخد بالك، وخطبة الكسوف والخسوف بعد الصلاة، وخطبة الاستسقاء بعد الصلاة، خدت بالك؟ فافرض هو صلى وانتقد وضوءه هيخطب للناس، اللي ما يجراش هيقوم يخطب. لكن الجمعة لا، الجمعة أصل الخطبة بتاع الجمعة قبل الصلاة أولا، ثانيا بتحل محل ركعتي الظهر الأولى، فهي كأنها صلاة، لدرجة إن الجمعة خطبتين، لأن الخطبة الأولى محل الركعة الأولى، والخطبة الثانية محل الركعة الثانية، وبعدين يصلي بعدها ركعتين، يبقى كده 4 ركعات، فصارت بدلا عن الظهر، خدت بالك ازاي؟ فده السبب. وخطبة غير الجمعة، ومن لا ومن لمس الرجل أو المرأة بدن الخنثى أو أحد قبليه. أنت عارف على مذهب الشافعية أن الرجل لو لمس بدن المرأة يجب الوضوء، وكذلك المرأة لو لمست بدن الرجل يجب الوضوء، على مذهب الشافعية، فيها خلاف بين المذاهب كتير. طيب افرض واحد خنثى بقى، خنثى ده يعني احنا مش عارفين ده راجل ولا ست، فلو لمسته يسن الوضوء بقى، لان لو انت راجل ولمسته يمكن يطلع انثى، فخروجا من الخلاف اتوضى، ولو امراه لمست الخنثى يمكن يطلع راجل واحنا ما نعرفش، فيسن لها الوضوء. فهمت ازاي؟ ادي الحكايه. ومن لمس الرجل او المراه بدن الخنثى او احد قبليه. افرض ان الخنثى ده اصله في خنثى اسمه الخنثى المشكل، الخنثى المشكل ده نادر، ساعات يبقى واحد في الايه في 100,000، وساعات واحد في 500,000، ساعات واحد في المليون، ده بتلاقي مولود ليه عضو ذكري وعضو انثوي، هو بني ادم واحد، فده ما تبقاش عارف ده ولد ولا بنت، ده درجه بيعملوا عليه ابحاث ويشوفوا الجين بتاعه هو اكس واي ولا اكس اكس، وشغلانه كده ليها حاجه اسمها كاريو تايبنج، وياخدوا حاجه عينات، شغلانه طويله الاطباء بيقعدوا يدوروا فيها. ها يفتح يتفرج. لا ما انت لو فتحت واتفرجت هتلاقي عنده عضو ذكري وعضو انثوي، يبقى ده اسمه مشكل، ده اسمه انثى مشكل. فلو لمس احد قبليه، يعني العضو الذكري اللي فيه لمسه، العضو الذكري اللي فيه لمسه، لو كان واخد بالك ازاي امرأة، لو كانت امرأة يسن لها انها تتوضأ، لانه ربما يكون عضو ذكري عامل، فيبقى من باب اولى انها تتوضأ بقى. طب ولو كان رجل ومس العضو الذكري بتاعه وهو راجل، نقول له لا يسن لك الوضوء لانه يمكن اشل، ده عضو زائد. لكن لو لمس الانثى، فرج الانثى اللي فيه، نقول له لا يسن لك الوضوء، ربما هو ده يطلع انثى. فهمت المساله؟ الحاجات كلها يعني ايه ما بينبنيش عليها عمل. انا شخصيا بشتغل في الطب بقالي سنين طويله، ما شفتش ابدا خنثى مشكل، كل اللي شفتهم خنثى بس مش مشكل، يعني مجرد تبص له كده وتفحصه فحص جيد بتعرف على طول جنسه الحقيقي، واخد بقى. انما الخنثى المشكل ده نادر، لكن ليه احكام في الفقه علشان لو وجد يبقى موجود. طب تورثه ايه؟ تورثه ذكر ولا انثى؟ تورثه ذكر ولا انثى؟ المنشل المشكل. اتبع الوضوء البول، اتبع الميراث البول، اتبع الميراث البول، يعني شوف هو بيبول من اي عضو، لو بيبول من عضو الذكر تورثه ذكر، لو بيبول من عضو الانثى تورثه انثى. فهمت ازاي؟ دي بس المساله فيه. يبقى كيف يورث؟ نتبعه البول، نشوف هو بيتبول، البول طالع من انهي حته؟ لا ما ينفع، ما فيش، لازم هيبول من حته واحده، فتتبع الميراث البول. أو أحد قبليه إذا مس كل منهما غير ما له، بأن مس الرجل آلة النساء، وإنما لم يجب حينئذ الاحتمال أن الخنث رجل، وهذا عضو زائد. أو مست المرأة آلة الرجال، وإنما لم يجب حينئذ الاحتمال أن الخنث أنثى، وهذا عضو زائد. وأما إذا لمس كل منهما مثل ما له فالوضوء حينئذ واجب. لكن الذكر لو لمس العضو الذكر اللي فيه يجب، لان مس الذكر ينقض، والانثى لو مست العضو الانثوي في الخنثى يجب،
لأن مس الفرج ينقض، إنما يستحب لو لمست العضو اللي مش فيها، لأن ربما يبقى ده زائد. فهمت إزاي؟ ربما فيستحب. فهمت بقى المسألة؟ مش مهم تفهمها، يمكن مش هتواجهها في حياتك كلها، لكن لو حبيت تفهمها لو قريتها هتلاقيها سهل. ينقض، ما هناخد نواقض الوضوء. مس الذكر ينقض الوضوء، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ، وكذا حلقت الدبر على الجديد في مذهب الشافعي، وكذا حلقت الدبر على الجديد والإست باليمين أو الشمال، المهم بباطن الكف، بباطن الكف. لو بحائل خلاص، الكلام ده بباطن الكف بشرع على البشرة. وهو بينشف ينتقد الوضوء، مفيش حاجه اسمها غضب. المهم بباطن الكف، معلش يبقى يتوضا يحتاط بباطن الكف، لكن لو لمس بظهر كفه او برؤوس الاصابع او بالضوافر ما يضرش. لكن والذكر مش الخنثيين اللي هي الكيس القصيه، كيس القصيه ما ينقضش الوضوء بلمسه، اللي ينقض العضو الذكري نفسه للذكر، وكذا فرج الانثى للانثى سواء كان ذكر او ذكر غيره. يعني المرأة اللي بتغير لابنها وتلمس ذكر ابنها بإيدها ينتقد وضوءها على مذهب الشافعية برضه. حتى لو طفل صغير، حتى لو ميت، حتى لو أشل، حتى لو مقطوع وبتحطه جنب الحيط ينتقد. ده مذهب الشافعية كده، واخد بالك ازاي؟ لكن لو لابسه جوانتي خلاص، طالما بحائل خلاص. يعني الطبيب اللي بيلبس جوانتيات ده ويفحص زي في عيادة المسالك البولية أو شيء من هذا، يبقى لابس جوانتي خفيف كده وساعات يفحص ما يضرش، وضوءه سليم لانه بحائل رقيق شفاف. ولو بحائل رقيق شفاف لا ينتقد، لكن لو بحائل غير حائل ينتقد الوضوء. المالكيه عندهم ذكر الانسان هو اللي ينقد وضوء نفسه، لكن لو لمس ذكر غيره لا ينتقد وضوءه. كان يكون طبيب بيكشف او امراه بتغير لابنها او شيء من هذا، واخد بالك ازاي؟ ما ينتقدش وضوءه على مذهب المالكيه، ينتقد على مذهب الشافعية. الأحناف قالوا لمس الذكر مطلقا لا ينقض الوضوء. الأحناف خلوا القيء ينقض الوضوء، خروج الدم ينقض الوضوء، وقالوا أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء الأحناف، وخدوا بحديث أنه بضعة منك، مش كده برضو؟ ده رأي الأحناف، لكن الراجح أنه ينقض الوضوء. والضابط أنه يسن من كل ما فيه خلاف كمس الأمرد الحسن، ويندب إدامة الوضوء ليكون على طهارة دائما، ولا يندب لدخول على نحو أمير وعقد نكاح ولبس ثوب وخروج لسفر ولقاء قادم وزيارة والد وصديق وعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول سوق، لا يندب في كل هذه الأشياء، واخد بالك إزاي؟ والله أعلم. ونقف على باب الاستنجاء أو فصل الاستنجاء، يوم اول يوم سبت في شهر 9، واحنا اجازه طول شهر 8 ان شاء الله، ونراكم بخير، وادعوا لنا ان شاء الله رايحين عمره بعد بكره، وهندعي لكم رواد مسجد حراء ورواد كل مسجد بنروحه، وهنسلم لكم على النبي وكل حاجه ان شاء الله. بيقول هنا اخر سؤال بقى ونقيم الصلاه، الاحسن احنا طولنا عليكم خالص، حقك على اخر سؤال اهو. بيقول رجل يحس بعد الاستنجاء والوضوء بنحو ربع الساعة أقل أو أكثر أنه قد خرجت منه قطرة بول، فإذا نظر ربما وجد وربما لم يجد شيئا، وربما وجد دون أن يحس. اسمها النقطة الهابطة، بيسموها الفقهاء النقطة الهابطة، مش عايزين وسواس، تاخد بالك الحكم ده وما تزودش عنه. النقطة الهابطة دي يعاني منها الرجال دون النساء لطول مجرى البول في الراجل ولتعرجه. مجرى البول في الراجل متعرج وطويل شوية، مجرى البول في المرأة قصير 3 سم 4 سم وخلاص، مجرى البول في الذكر من 16 سم ل 22 سم، واخد بالك ازاي؟ ومتعرج، في جزء منه داخل البروستاتا متعرج، فساعات البول يفضل موجود في التعرجات دي، فبعد ما يتبول ويخلص يجي يقوم يكح يتحرك يوطي يحس ان في حاجة نزلت، فيسموها النقطة الهابطة، دي غير سلس البول. الرجل في مثل هذه الحالات لما يجي يتبول يجب ان هو يستبرئ من بوله. يستبرئ من بول ازاي؟ هنعرفها في باب الاستنجاء، بس هقولها لك مؤقتا. انك انت اولا تبول، وبعد ما تبول تكح وتحزق،
وتضغط في ايه، في داخل مجرى بولك كده من ناحية الفخذ مع اعلى الخصية، تتك على الحتة دي من الجهة الشمال او اليمين، هتلاقي شوية بول كده بينزلوا نقط، وبعدين تعصر العضو شوية، وبعدين تقف وتقعد، او تقف وتعمل خطوتين وتقعد تاني تستنج. لو عملت كده خلاص مفيش حاجة بعد كده، وتشطف نفسك كويس وروح اتوضى. اي حاجة تحس بيها بعد كده اوعى تعمل وتوسوس نفسك وتتجنن، لان كده هتجنن نفسك. ده في ناس بقى يعصبوا العضو بتاعه، يعمل له عصابة كده لانه حاسس انه على طول ماشي منه، هو ما بينقطش، لكن ايه، في ناس طبيعتها موسوسة زي ده. لكن انت تحتار، الرجل يستنجي على مرتين من البول، يعني ايه؟ يعني يتبول ويضغط ويعمل ده كله ويشطف نفسه، وبعدين يخرج يمشي خطوتين ويدخل يستنجي تاني، بعد كده يروح يتوضى بقى ويصلي وملوش دعوة بحاجة. لو عمل كده عمره ما يحس ان في نقطة هبطت. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. وافرح عن ذكري غافلون.